عملية سرطان سكري وغزت وجعانه في أشعة من أول ستمة، وهل قبض شالوه عن عملية 10 أشهر قبض ايه؟ الشغل معاش قد ايه بالشؤون يا حبيبي؟ 150 جنيه. وقفوه من امتى؟ عملوهم هم 11 شهر ووقفوه على كده من شهر 10 لفترة. وقرار العلاج بتاعك اللي بتستخدم ايه؟ اخدته بأربع أشهر كل شهرين في مرة ومقفوه على كده، هو اللي عملته دول السكر. وانت محتاج الوقت حاليا ايه؟ عاملة عودة على كفر عودة للسكر وعندي حسوة على المرارة وعندي علاج من ميتنا في الشيطة عيانة على الغطروف من ضرب في الغطروف وشفنا في جامعة بشهر. ده أولاد؟ والأولاد 3 عيال، بنتين في إعدادي واتخطبت ورجعنا حاجتها واتدخلت إعدادي تاني عشان ما رجعت حاجتها وهي مخطوبة تاني، وولد عنده 6 سنين في تاني. وجوز ما ياخدش معاش؟ لا والله ما بياخد، هو في الكمبيوتر برضه يعني في حاجات اللي كنت انا بقول فيك سايبان في الكمبيوتر. عاوز معاش وقال قرر علاج؟ عاوز معاش والعلاج، وكان حاجه بتدينا مساعده جوه البيت. الله يستر. عايزه تقولي حاجه لوزير الصحه يا حاجه؟ اقول العلاج كل ما قدم حل ب 15 جنيه ب 20 جنيه وانا ما فيش حل. يا ورق قدم الورق في مركز طبيعي يقولوا ده المشاكل اللي في مصر ما فيش علاج بيه. مفيش علاج بيه، كل الناس بتصرف حواليا وكل حد هنا مفيش عامل لي وبقى ما معيش اني انا حل. وثلاث عيال عاوزين مجاميع، كل عيل عندنا 60 جنيه كل شهر، يعني من اما دخلوا حسب لهم مجاميع اجيب لهم منين؟ يعني انت كده بتقولي ان انت ما تاكلوش لحمه؟ لحمه على ربنا، لحمه على اخر مره كلتيها امتى؟ كان بعد العيد مره ثانيه بس ناكل. تاكلوش لحمه خالص يعني؟ انا كل ايه؟ الغلا دي الانبوبه من 45 جنيه ولا العلاج اللي الراجل بيجيبه يجيب منين؟ مفيش. الناس بتقبض العلم من مدارس شالوه، قبضنا هو في السنه اللي قبضنا فيها وشالوه، طب الراجل دي ما يعملش معاه شيء، سنه 59 سنه. وانا لما اكون عيانه في المرض ده هو ما بيشتغلش، نصرف ازاي ونمشي ازاي؟ كنت عمال قد كده كده انت معاش؟ منين؟ عمال كام سنه جوزي؟ 65 سنه. طب احنا بقى نعيش لحد 65 لسه نعيش 7 8 سنين؟ ده الورق السلم وماشيين بقى. تقولي ليه الرئيس عدلي منصور؟ انا لا اعرف عدلي منصور ولا اعرف حد، احنا ناس فلاحين انا اعرف حد. انت منين؟ من مركز الصيف. صفيح؟ من مركز الصيف. عايزين الناس تعيش في السلام والناس تعيش حلوه والناس تحترم بعض ما يكسرش بعض، نجرى جايين مصر وقفوا العربيات، عايزين الناس تعيش حلوه وتاكل في الدنيا مرتاحه كده زي انت عايزه معاش حد؟ انت عايزه معاش حد؟ عايزه معاش حد؟ عايزه للراجل ولا ليا اي حاجه نسرق؟ يروح يعمل لنا تاني 150 جنيه، الناس بتقبض 400 و500، يروح يعمل لنا تاني 150 جنيه؟ ونحن علينا ولاد الحلال نجوز البنت دي بس. انا طالبين الصفر من عند ربنا.